Okay, kita tengah loading barang masuk ke dalam taksi untuk ke Sempadan. الفيزياء والكيمياء، أستاذ الرياضيات، أستاذ اللغة التركية، أستاذ اللغة الإنجليزية، أستاذ اللغة العربية. يأتون إلينا لمساعدة الطلاب. Masuk kat bilik ni sebab kita datang dekat sekolah apa ni macam asrama lah untuk anak yatim kat sini. Masuk nampak selimut kita. Selimut kita yang kita agihkan masa agihan bantuan musim sejuk baru-baru ni kita dah beri kepada mereka dan dimanfaatkan sepenuhnya. Rasa happy sangat tengok. Yang ni letak siraka, yang tu letak bunga raya. زهرة أنا عندي بالنسبة إلي مفضلة، شيء جميل. الزهرة جميلة ويعني تعبر عن شيء جميل وهاي. نشكر الأخوة الماليزيين على ما قدموه لنا من موضوع البطانيات والتدفئة. كان يوجد عندنا نقص كبير في البطانيات، عندما جاءت هذه البطانيات استفاد الطلاب عليها كثيرا، هي من وجهين، فتكون سميكة والجو هنا بارد والمنطقة منعزلة، فلذلك استفدنا كثيرا من هذه البطانيات وجزاكم الله كل خير عنا وعن جميع المسلمين، وبارك الله فيكم.